كاريتاس ايد وحدة، كاريتاس محبة، كاريتاس هويتنا، كاريتاس عائلتنا التالية. شو أنا كاريتاس؟ جملة دخلت بثقافة اللبناني من وراء مؤسسة ارتبط اسمها بالعمل المجاني والعطاء وصارت مضرب مثل على كل لسان، وهي اليوم حديث الناس بعد تسريب رسائل استقالي وإقالي لمسؤولين كبار فيها. هالقضية يلي بلشت التحقيقات الداخلية من أكثر من سنة صارت اليوم قضية رأي عام بعد ما نشرت الزميلة بصحيفة الأخبار إيفا شوفي مجموعة من الوثائق الداخلية لكاريتاس بتثبت وجود مخالفات إدارية ومالية كبيرة بالجمعية. وثائق كانت كفيلة لتجاوب على مجموعة من التساؤلات والمداولات. ليش استقال المرشد العام الأب كميل ملحم من كاريتاس؟ ليش استقال نائب الرئيس هيكل بدوي؟ وليش استقال أمين السر العام إلي إرداحي؟ وكمان ليش استقال أمين المال العام إلي رزق الله؟ هالاستقالات الجماعية يلي كافية إنها تهد أي مؤسسة ما قدرت تحرك رأس الكنيسة ومجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك بلبنان لاتخاذ إجراءات محاسبة فعلية بحق كل متورط بالهدر والفساد. مثل كل ملفات الفساد بلبنان بيتعاقب كاشف الفساد، أما الفاسد فبتم ترقيته لمنصب أعلى، وبأحسن الأحوال بينطلب منه يترك شغله مع رسالة تهنئة أو تقدير بتسبق اعتكافه وابتعاده عن الأضواء. فشو هي أبرز المخالفات الإدارية والمالية بكاريتاس ومين بيأكد صحتها؟ الاستقالات الجماعية بتاريخ 30 أدار 2015 فصلت مجموعة مخالفات بحق رئيس كاريتاس السابق الأب سيمون فضول، اتهم فيها بتسهيل عملية صرف 2,600,000 دولار من مركز كاريتاس للأجانب لأنه تأخر 35 يوم عن تبليغ المصارف بتعيين لجنة جديدة مسؤولة عن صرف الشيكات، إضافة إلى اتهامه بالسكوت عن تعامل مركز كاريتاس للأجانب مع شركات غير قانونية انشرى منها فواتير بمئات آلاف الدولارات. أما الاتهام الثاني للأب فضول فكان بتفرده بصرف تبرعات مالية بقيمة 700,000 دولار لتأهيل مركز هوب بالقنيطرة، تبرعات ما نعرف كيف انصرفت ومين تبرع فيها لحد ما انفتح تحقيق بالقضية وبرز اسم رجل الأعمال سركيس سركيس كمتبرع بكامل المبلغ بالرغم من ادعاء الأب فضول بوجود متبرعين مجهولين. الأمر الوحيد الأكيد هو أنه رد فعل كاريتاس والكنيسة بعد نشر هالوثائق تغير وتغير كتير. بطلت القصة تدبير كنسة داخلي ما حدا خصو فيه، وصار اليوم البطريرك مارفشارة بطرس الراعي والمطران ميشيل عون المشرف على عمل كاريتاس ومجلس البطاركة والأساقفة مطالبين بكشف حقيقة يلي صار وعم بصير بكاريتاس. كل اللي تسرب هو كناية عن أخطاء إدارية كاريتاس اعترفت فيها، ولكن بدي واضح هون إنه هالأخطاء الإدارية ما بتودي للهدر اللي نحكى عنه أو للسرقات أو لهالإشياء اللي بتسيء لكاريتاس. هلأ تعاملوا مع شركة وما نتج عنها سرقة، لأن إذا نتج سرقة بنفوت بالقضاء لحتى نحاجب اللي سرق، لا ما نتج عنها سرقة، يمكن نتج عنها هي بالكيه مثلا شخصيا نوع من هدر. اذا انت تعاملت مع شركه لانه طلع لك بورسنتاج او شيء اوكي ممكن تكون صارت من هالنوع يعني، وهيدا عم نكمل نحقق فيها. هدر مال الفقراء، شوازات ومخالفات وممارسات مشينه واتهامات باخفاء حسابات والتعامل مع شركات وهميه وهدر ملايين الدولارات، كل هالاتهامات اللي وثقت بتقارير لمدققي حسابات ولجنه اسقفيه ولجنة تحقيق داخلية واللجنة القانونية بكاريتاس كان من المفروض يطير من وراها روس كبيرة، إلا أنه نتيجتها كانت إقالة لجنة كاريتاس للأجانب ورئيسها توفيق عريس يلي كان أبرز كاشفي الفساد، وبالمقابل بقيت المديرة السابقة لمركز الأجانب نجلة شهدة دون مساءلة أو حساب. المديرة السابقة للمركز طلب منها أنه تقدم استقالتها نتيجة الأخطاء الإدارية اللي صارت. أما التدبير الأغرب فهو غياب أي مساءلة بحق رئيس كاريتاس السابق الأب سيمون فضول المسؤول الأول عن كل عمليات الهدر والفساد
يلي حصل أغلبها خلال تولي رئاسة الجمعية، فكانت مكافأته بتعيينه إكسرخوس للموارنة بأفريقيا وهو منصب شرفي رفيع. رئيس السابق كان انتخب إكسرخوس قبل ما تخلص مدته هون بكاريتاس. ثانياً موظفي عنا بس في شخص قدم استقالته لأسباب شخصية، مش لأسباب إنه قال عن الفساد ونحن ما أخذنا فيها، لأن ما في فساد بالأساس. وبتبقى الخلاصة من كل يلي تمت إثارته لليوم إنه جمعية كاريتاس ما استرجعت لغاية هاللحظة أي دولار من الأموال اللي تم هدرها، بل اكتفت وبشكل فاضح بإقالة كاشفي الفساد فيها وترك الخيار أمام الفاسدين بالاستقالة. وبيبقى السؤال الأهم بهالقضية بلا جواب، شو نتج عن زيارة البطريرك الراعي ورئيس كاريتاس والمجموعة المرافقة إلى روما بهدف معالجة هالملف؟ كاريتاس هيدي مؤسسة الكنيسة الاجتماعية اللي ذراع الكنيسة بالعمل الاجتماعي واللي كل الناس عندهم ثقة فيها.